وبشأن بقاء حلف الناتو في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. سيد مصطفى، مرحبا بكم. العبادي يطالب حلف الناتو بالبقاء داخل العراق، أليس من المفروض أن يعود للبرلمان سيد مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. لا شك أن في الدول الديمقراطية يجب أن لا يتخذ رئيس الوزراء أي قرار من هذا النوع بحسب الدساتير المعمول بها إلا بعد الرجوع إلى البرلمان، ولكن في النظام السائد في العراق وهو في الحقيقة نظام ميليشياوي لا ينتمي أو لا يمت بصلة إلى الديمقراطية، فإن من حق كما يبدو من حق رئيس الوزراء أن يتصرف كما يشاء. والحقيقة أن هذه ليست إرادة رئيس الوزراء أو إرادة البرلمان في أو الأحزاب السياسية، وإنما هي إرادة وإملاءات خارجية يعني تفرض على حيدر العبادي، وهو يعلم جيدا في كل الأحوال كما أن البرلمان والكتل السياسية تعلم أنه لا يمكن الاستمرار لهذا، لا يمكن لهذا النظام السائد في العراق أن يستمر لولا الغطاء العسكري والسياسي والأمني والمالي الذي تقدمه دول الاحتلال لهذا النظام المتحكم بالعراق وبشؤون شعبه. سيد مصطفى، العبادي يعني يبرر بأنه وجود قوات حلف الناتو لغرض التدريب والتسليح، هل لديكم قناعة بهذين السببين سيد مصطفى؟ طيلة السنوات الماضية سمعنا الكثير في أن من يتواجد على الأرض العراقية هم مجرد مدربون ومستشارون وليسوا مقاتلون في الحقيقة، وقد رأينا خلال معارك السنوات الثلاث الماضية ضد تنظيم داعش الإرهابي وضد الحقيقة أبناء المدن التي استولى عليها هذا التنظيم، رأينا كيف أبيدت هذه المدن بيد وبسلاح وبمدفعية وبطائرات الجهات الأجنبية الكثيرة التي تعمل في العراق وعلى رأسها أمريكا وإيران. طيب سيد مصطفى، فصائل في الحشد أمهلت أو تمهل حكومة العبادي لإخراج القوات الأجنبية، وأيضا قامت بتصريح وقالت بأنه تهدد باستخدام القوة، كيف تفسرون هذا المعنى استخدام القوة؟ ألم توفر هذه القوات الأجنبية غطاء جويا في المعارك الماضية؟ مع ما نعلمه جميعا ويعلمه العالم أجمع أيضا بخصوص الدعم الذي توفره القوات الأمريكية تحديدا لفصائل أو ميليشيات الحشد الشعبي وغيرها من القوات العاملة في العراق، الحقيقة أن سكرتير مشروع مستقبل العراق الذي يديره السفير الأمريكي السابق رايان كروكر في هذا المشروع طبعا ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، تحدث بشكل واضح، سكرتير هذا المشروع تحدث بشكل واضح لقناة روسيا اليوم عن الدعم الحقيقي الذي عن الموقف الحقيقي لميليشيات الحشد الشعبي من هذه القضية، وقالوا أنهم يعلنون هذا معارضتهم لوجود القوات الأمريكية في الحقيقة في الظاهر، ولكنهم في الحقيقة يخفون يعني تأييدهم الكامل بل مطالبتهم لهذه القوات بالبقاء، وقالوا أن يعني الإملاءات التي يعني يواجهونها من إيران تفرض عليهم هذه الازدواجية، وهذا بالحقيقة هو نفس موقف هذه العصابات وهذه الميليشيات عندما دفعتهم إيران إلى الاقتماع في الحظ الأمريكي عند غزو العراق. هي كان إيران كانت تعلن رفضها لمشروع الغزو الأمريكي للعراق، ولكنها كانت في الحقيقة تؤيد هذا وتنسق مع قوات يعني مع إدارة بوش المجرم لغزو واحتلال العراق، وكانت تدفع الفصائل التابعة لها من فصائل المعارضة الخيانية للارتماء في الحظ الأمريكي والانخراط في مشروع غزو واحتلال العراق. سيد مصطفى، البعض ذهب بأن دعوات سحب القوات الأجنبية من العراق هدفها دعايات انتخابية، هل تؤيد هذه النظرة؟ أؤيد تماما هذا الأمر، وأضيف عليه أن كل ما نسمعه من مواقف للسياسيين
لهذه الطبقة الحقيقة هي ليست سياسية، هي طبقة ميليشياوية وإرهابية، طبقة فاسدة بكل معنى الكلمة. كل ما نسمعه عن هذا الموقف وعن مسائل تتعلق بالإصلاح وبمحاربة الفساد وغيرها والانفتاح على العمق العربي، كل هذا يندرج تحت إطار المزايدات السياسية وحمى الحملات الانتخابية التي يعني يشهدها العراق حاليا. من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.